هسه خب واضحه كلش واضحه هسه يا طلاب يا حبايبي نجي ناخذ هسه مساء اخذنا شنو المرض اللي صار بالرجال اوكي هاي الجنوريا اللي صابت الرجال هسه ناخذ الجنوريا اللي راح تصيب النساء طلاب خليني اقول لكم شغله انه هذا المرض عند النساء شائع يعني اكثر شيء يصير بالنساء فمن قد ما شائع هذا المرض عند النساء يكون المتعودات عليه اوكي يعني بالرجال من يصيبون بهذا المرض مباشره تظهر اعراضهم ايش انصاب بهاي البكتيريا مباشره اعراض تطلع هذا الرجال اما النساء من ينصابون بهذه البكتيريا عاده ماكو اعراض لان نقدر نقول من قد ما ينصابن بهاي البكتيريا النساء تعودا عليه اوكي فتعودا على هاي البكتيريا فاعراضه ما راح تطلع بسهوله تمام تطلع شو وقت اعراض هذا المرض تطلع اعراض هذا المرض في حال تفاقم المرض يعني وهاي البكتيريا استفحلت اكثر وتفاقمت يلا تبدي الاعراض تظهر عند النساء تمام طلاب تمام بس ببدايه المرض ما تظهر اعراض حلو هسه هاي نقطه خلنا نجي ايضا نشرح طلاب فتشرح لطيف ودون نرجع للصوره نرجع فوق للمزه مالكم خلينا نشرح طلاب هاي البكتيريا هاي البكتيريا ترغب هاي البكتيريا اللي اسمها نيزيليا جنوريا ترغب تقعد في هذه المنطقة لاحظ هاي المنطقة داخل أعضاء تناسلية مالت الأنثى هاي المنطقة يصيحوا لها إندو سيرفكس كانال يصيحوا لها إندو سيرفكس كانال إندو داخلية سيرفكس يعني عنق الرحم أوكي كانال يعني قناة يعني قناة داخل عنق الرحم كنال اوكي فهاي الاندو سيرفكس كنال القناة اللي داخل عنق الرحم بالضبط هذا مكانها اوكي هي هاي البكتيريا تجي تقعد هنا اعتبر لهاي البكتيريا تجي تقعد هنا اوكي في بداية دخولها للجسم مات المرأة ما راح تسوي لي اعراض وسوي لي التهاب قوي كلش لكن من تتفاقم تبدي تظهر الاعراض عند المرأة زين يا طلاب يا حبايبي هاي البكتيريا تفاقمت نقدر نقول وبدت تريد تسوي اعراض راح تصعد لفوق هاي البكتيريا وتصيب لي الاندومتريوم هاي البطانه مالت الرحم هاي بطانه الرحم يصيحوا لها اندومتريوم شو يصيحوا لها اندومتريوم فهاي البكتيريا قريبه يمها هاي البكتيريا سوري هاي البكتيريا قريبة تصعد إلى بطانة الرحم يا طلاب وتسوي لي بيها التهاب في بطانة الرحم زين هسه هاي البكتيريا صعدت لفوق زين البكتيريا ما يصير تنزل لجوا اي نعم ممكن تنزل لجوا هاي البكتيريا مو هي صايرة بالنص البكتيريا هذا المستقر مالتها فإذا نزلت لجوا شو تسوي لي راح تصيب لي أكو غدد يا طلاب يسموها بارثيلون جلانس وين هن الغدد الغدد هنا بالضبط صايرات شوف هنا اكو غده هيك باعوا هاي هيك غده هاي غده زيتيه نقدر نقول الذب مالته على مود الزيت لي هاي المنطقه الزيت لي المهبل يعني نقدر نقول اوكي نجي خلينا نشوفها ونضبط هاي بالضبط باعوا هاي الغدد باعوا هاي الازرق هاي الغده باع مكانها بالضبط هذا مكانها هاي الغدد ذني الغدد ذني زيتيات يفرزن ماده زيتيه يعني مخاطيه تفرز ماده زيتيه مخاطيه هذني يا طلاب مرات البكتيريا شوفوا نرجع وين مرات البكتيريا تنزل والطب لوين الطب لي بهذه الغدد اللي هن ذن وياهين لاحظوهين الطب لي بذن الغدد اذا طبن بذن الغدد سوون بهن التهاب ايضا لاحظوا من يصير عندي التهاب بالغده هاي شو يصير شوف هاي الحصرومه لاحظ هاي نتيجه التهاب الغده اوكي شوف شلون صارت شكلها مثل التهبت وحصرمت اوكي تمام فهسه واضح طلاب قلنا انه هاي البكتيريا قاعده بالنص هنا نزلت جوا صابت لي البارثيلون جلاند غده البارثيلون جلاند صابت لي بيها وسوت لي التهاب لا مره شو تسوي تصعد وصب لي شنو صب لي البطانه مالت الرحم الاندومتريوم زين صابت لي الاندومتريوم بعد هاي البكتيريا مثلا نفترض هاي المراه ما عالجت ما راحت للدكتوره وما عالجت راح يصعد ايضا بعد تصعد البكتيريا تصعد وين تروح
وين تروح؟ الى قناة فالوب يا طلاب، وصيب لي قناة فالوب وسوي بيها التهاب. حتى قناة فالوب وسوي بيها التهاب. اوكي لحظة، هاي قناة فالوب طبيعية. لحظة، هاي قناة فالوب بيها التهاب، شو متورمة؟ شوفوا 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 شو متورمة. اوكي، فبالضبط راح تصيب لي قناة فالوب. اوكي، واسم الالتهاب بقناة فالوب يصبح له سال بنجايتس. هذا الالتهاب اللي بقناة الفالوب يصبح له سال بنجايتس، اللي يصيب الالتهاب اللي يصيب قناة فالوب يصبح له سال بنجايتس. حلو، زين. بعد 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 قناة فالوب صابتها، اوكي، بعد تمشي، تظل تمشي البكتيريا، تظل تمشي البكتيريا، وحتى المبايض ممكن يسوي بيها التهاب. حتى المبيض، اوكي، المبايض يصير بيها التهاب. زين، بعد وين يروح الالتهاب؟ يقول لك هنا اقفد معلومه يا طلاب، هاي قناه فالوب ما متصله اتصال قوي ويا ويا شو اسمه ويا المبايض، لا يعني مفتوحه نقدر نقول. لاحظوا شلون، خلنا اوريكم صوره بعد، اكو صوره هنا اوضح. اي لاحظوا هسه، هاي شوف، هاي كلش حلوه الصوره، هاي لاحظوا لاحظوا قناه فالوب، هاي قناه فالوب، لاحظوا شوف شلون مفتوحه، مفتوحة على البطن، اوكي، والدور مرتبطة، يعني هاي المنطقة من توصل البكتيريا هنا ممكن تطلع البكتيريا اللي هنا. زين، هي من طلعت البكتيريا هنا يعني وين؟ بابا بابا، يعني نجي هنا لهاي الصورة، شوف يعني البكتيريا جاي تطلع منا، يعني البكتيريا جاي تطب للبطن. لاحظ لاحظ لاحظ، البكتيريا جاي تدخل للبطن، لاحظ، والدور تطلع منها البكتيريا وتدخل للبطين. اوكي، وين تروح؟ تدرون انتو البكتيريا لازم تلقى مكان مناسب على مود تسوي بيه التهاب، راح تروح فوق الكبد، هنا للكبد بالضبط، هنا مكان الكبد، راح تروح فوق الكبد يا طلاب، هاي البكتيريا تروح فوق الكبد وتسوي لي التهاب فوق الكبد. لاحظوا لي هاي الصوره يا طلاب، شوفوا شوفوا شلون مسوي التهاب فوق الكبد، هذا الكبد، هذا الكبد، شوف هذا ذني ما ادري شنو هذا، هذا الشرطه هاي، هذا عباره عن التهاب، هذا التهاب فوق الكبد، يصحوا له بيري هيباتيك او بيري هيباتايتس. اوكي، التهاب حول الكبد. لاحظوا هسه مثلا هذا الكبد يا طلاب الجوة، شوفوا ذني التهاب صاير فوق الكبد، تمام طلاب؟ لاحظوا الحاله، لاحظوا التسلسل اللي صار، لاحظت التسلسل اللي صار، راح اعيده بسرعه. يا بترى البكتيريا موجوده هنا بشكل طبيعي، مو طبيعي، وانما المستقر مالته هنا، مرات تروح تصيب بطانه الرحم، وين تصعد؟ تصعد الى قناه فالوب، وتجي تصيب لي المبيض، بعد تطلع منه وتروح تصيب لي الكبد. حلو، زين، اذا نزلت لجوا البكتيريا شو تصيب لي؟ تصيب لي البارثلون جلاند، اللي ذني الغدد اللي قلنا عليهم ذني وياهن. اوكي، اصيب لي ياهن، اصيب لي ياهن، وسوي لي التهاب بالغده، يصير مثل هذا الالتهاب. لاحظوا طلاب، هو هذا الباثوجينيز، شوف بسيطه، كلش فهم، كلش فهم، اوكي، كلش فهم. زين، كمان طلاب، زين، بعد تطلع البكتيريا منها، تعرفون طلاب البكتيريا من وسط لهاي المنطقه، شوف شوف، من وسط البكتيريا لهذه المنطقه اللي هنا، يعني للخارج، وصلت للخارج، تعرفون هنا تقريبا صايره فتحه الشرج، هنا تقريبا هذا المكان بالضبط صايره فتحه الشرج هنا، فبالضبط البكتيريا ايضا ممكن تروح الى فتحه الشرج وتسوي الالتهاب بيها، وتسوي الالتهاب بالمستقيم، هاي فتحه الشرج نفترض دخلت البكتيريا ايضا وسوت التهاب بالمستقيم، لان هي تكون قريبه فتحه الشرج عن الـ عن الـ عن الـ الـ الفتحه مالت البول وفتحه مالت التناسليه، تكون قريبه هنا صايره بالضبط، فممكن تروح شو اسمه وتصير عندي التهاب ايضا بفتحه الشرج والمستقيم اللي هو متصل ويا فتحه الشرج. المستقيم، هذا الالتهاب اللي يصير بالمستقيم يصحوا له بروكتايتس، تمام طلاب، تمام. لاحظوا شلون تسلسل الافكار صار لطيف. زين، خلي اعطيكم بعد شغله، احنا قلنا يا طلاب انه هاي البكتيريا تنتقل عن طريق التواصل الجنسي، تمام، تنتقل عن طريق شنو؟ التواصل الجنسي. راح اذكر لك معلومه ثانيه، اقول لك ترى هاي البكتيريا ممكن تصيب البلعوم، البلعوم ممكن تصيبه. زين، انا اعرف انه هاي البكتيريا تنتقل عن طريق التواصل الجنسي، زين ايش ودها للبلعوم هاي البكتيريا؟ راح اقول لك مرات اكو تواصل جنسي، يعني يصير يعني البلعوم يصير تواصل جنسي عن طريق الفم، فهمني يعني فهمني، اوكي؟ يصير تواصل جنسي عن طريق الفم، فبتنتقل عن طريق الفم البكتيريا وتروح للبلعوم وتسوي الالتهاب بالبلعوم. واضحه؟ فهمت الفكره؟ زين. مرات ايضا يصير عندي التهاب بالعين.
بالكونجكتافيا بالعين، يصير عندي التهاب بالعين. زين هاي البكتيريا احنا نعرف تنتقل عن طريق التواصل الجسدي، زين شو وداها للعين؟ راح اقول لك مرات مرات واحد مثلا يسوي تماس، يعني يسوي تماس بال للاعضاء مات التناسليه، سوى تماس لاعضاء مادة التناسليه مثلا وتنتقل، مو هو سوى تماس لاعضاء تناسليه بايده فانتقلت البكتيريا المن الى ايده مثلا، فجاه حك عينه، من حك عينه انتقلت، صار الناقل منه الايدين، الايدين نقلت البكتيريا الى العين وسوت الالتهاب بالعين. تمام طلاب، هذا الكلام اللي قلته هو حاليا امامكم. يلا نجي نقرا. يقول لك يا بترى المرض الموجود بالنساء اللي تسببها هاي الجنوريا يكون اسبتوماتيك ما باعراض، لان قلنا عاده النساء ينصابن بهذا المرض ومتعودات عليه، يحتاج الى حاله كلش عاليه وكلش فخمه يلا تطلع الاعراض، فيكون اسبتوماتيك هذا المرض عند النساء. اوكي، تكون كيرج ان ذا ويمن ان كمان، تكون هاي البكتيريا محموله عند النساء بشكل شائع. اوكي، البكتيريا محموله، كيرج يعني محموله، البكتيريا حاملتها النساء. اوكي، بشكل شائع. وين بالضبط حاملتها؟ تذكرون عافيه في هذه المنطقه اللي اسمها اندو سيرفكس كانال، اللي منطقه اللي سحله اندو سيرفكس كانال او اندو سيرفيكال كانال. اندو سيرفيكال، اندو يعني داخليه، سيرفيكال يعني عنق الرحم، كانال يعني قناه داخل عنق الرحم، تكون محموله بها البكتيريا. حلو، كلش فهمنا. يلا نجي، يقول لك هذا الالتهاب مرات يروح ويمتد المن الى البارثولون جلاند. المن يمتد؟ عافية، يروح المن الالتهاب، يجي ذني الغدد البارثولون جلاند ويسوي لي التهاب بيها. قلنا مرات الالتهاب ينزل منها يروح المن للبارثولون جلاند، حلو، يصيب البارثولون جلاند، وارد، هاي فهمناها. ومرات الالتهاب وين يروح؟ للاندومتريوم. اندومتريوم وهي بطانة الرحم، قلنا يابا يصعد الالتهاب الى بطانة الرحم ويصيب لبطانة الرحم. زين بعد يقول لك يابا مرات يروح الى الفالوبان تيوب، الى 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 انبوب فالوب اللي هي قناة فالوب، تعرفوها القناة الناقلة سحولة قناة فالوب، مرات يروح ايضا لقناة فالوب ويسوي لي التهاب بيها، يسمونه هذا الالتهاب سالبنجايتيس. اوكي، لاحظ الالتهاب مو وصل للرحم، يروح المن لقناة فالوب ويسوي لي ايضا بيها التهاب، يسحولة سال بنجايتيس. زين تعال كمل، يقول لك which may be following by pelvic inflammatory disease. هذا الالتهاب كله يطلقون عليه، هاي الالتهابات اللي صابت لبطانة الرحم وقناة فالوب، كل هاي الالتهابات يطلقون عليه بمصطلح pelvic inflammatory disease. pelvic inflammatory disease، اوكي، اي and high probability sterility. يعني مرات من يصير هذا الالتهاب وما يتعالج، مرات يصير عندها عقم النساء. اوكي، فاذا صار هذا الالتهاب ما تعالج عند النساء شي يصير؟ عقم، sterility، يؤثر على العقم مالتها بعد، يعني يصير عندها عقم. تمام طلاب، يلا خل نكمل. بعد بريتونيال سبريد اوكشنالي اكور مي بي بروديس بري هيبايتيك انفلاميشن. قلنا مرات يروح المن للبطن، البريتونيال يعني نقدر نقول البطن، مرات يطلع للبطن. هسه هو مصاب طلاب، مصاب قناة فالوب، هاي الصورة اوضح، مصاب قناة فالوب يا طلاب، مصاب قناة فالوب، وقلنا راح يطلع ويروح للبطن، ايش يصيب لي؟ يصيب لي الكبد. اوكي، في راح يطلع، شوف بريتونيال سبريد ينتشر في البطن، اوكي، ويروح يسوي لي بريهيباتيك انفلاميشن، التهاب انفلاميشن، التهاب حول الكبد. حلو، يلا تمام. مرات لا والله، مرات يروح المن بعد للفتحه مات الشرج ويسوي لي التهاب، المن يدخل فتحه الشرج، قلنا مرات فتحه الشرج هنا تكون قريبه ويدخل لها، اوكي، ويصير شو عندي؟ يصير عندي التهاب بالمستقيم، يصير حوله بروكتايتيس. تمام طلاب، بروكتايتيس. يلا، وقلنا يا طلاب مرات يصير عندنا التهاب بالبلعوم، اوكي، ايضا يصير عندنا التهاب بالبلعوم. التهاب وين؟ بالبلعوم. هذا الالتهاب بالبلعوم قلنا شو وده البلعوم؟ لان يصير عندنا اورال جينيتال كونتاكت، عندنا تواصل بين الاعضاء التناسليه والفم، اكو تواصل يصير بين الاعضاء التناسليه والفم، من يصير هذا التواصل بين اعضاء التناسليه والفم تنتقل البكتيريا. اوكي تمام، يلا. لا والله مرات يصير عندنا شنو؟ التهاب بالعين، كونجكتافيا هي ملتحمة العين. اوكي، يعني هذا الحمار
شوفوا شوفوا هسه من تقلبون الجفن، من تقلبون الجفن تطلع الكونجكتافيا، يعني اقلب الجفن تطلع الكونجكتافيا. اوكي، فيصير التهاب بالكونجكتافيا. نتيجة شنو؟ نتيجة الفينجرز، الاصابع هي تسبب لك الالتهاب، هي بالفينجر، مو انت مثلا تنظف المنطقة التناسلية او يعني تسوي تماسوي منطقة تناسلية بيدك وتحك عينك ينتقل الالتهاب. تمام طلاب؟ لحظة، هسه هذا صار معلوم كله عندكم، خلنا لخص لكم اياه بكم شغله على مود يساعدكم سهل، لان اعرف هواي التهابات ذكرت. شوفوا طلاب، بكل بساطه هي البكتيريا موجوده في منطقه اسمها اندوسيرفايكال. خلاص، اذا نزلت البكتيريا سوت البارثون جلاند، راحت الى البارثون جلاند سوت التهاب بها. اذا صادت البكتيريا سوت التهاب في بطانه الرحم، والتهاب في قناه فالوب، والتهاب وين؟ والتهاب بالكبد، لين تصعد لفوق صعد الكبد. خلاص، ولا والله مرات تصيب لي البلعوم، لان عرفنا اذا شلون صابت البلعوم يصير عندي تواصل بين الاعضاء التناسليه والفم، يصير عندي انتقال للبلعوم. زين، شلون صابت والدور عندي التهاب بالعين؟ اسمه كونجكتيفيا، كونجكتيفايتس. اوكي، هذا من سو كونجكتيفايتس، كونجكتيفايتس نتيجه الايدين تحك العين مالتك ينتقل لها. تمام طلاب؟ بسيطه، كلش بسيطه صارت. يلا تمام، خلينا نجي لهنا. ديسيمينيتد جونوكوكال ديزيز، يقول لك مرات هاي البكتيريا طلاب، يلا خلصنا من هذا هسه الامراه، خلص يعني الالتهاب اللي يصير بالنساء خلصنا منه. اجينا هسه في شغله ثانيه بسيطه، يقول لك يابا هاي البكتيريا مرات تنتشر بالجسم، هاي البكتيريا تنتشر بالجسم، تروح المن تروح للدم، تروح للدم، ما طول وصلت للدم يعني انتشرت الى الجسم كله. هيك شفت يا خلاص، بس هيك انه هاي البكتيريا يابا تنتشر، تروح للدم وتنتشر، بلاد انفيوجين، بلاد انفيوجين يعني انتشار بالدم. زين، اذا انتشرت بالدم برايك وين راح تروح؟ اذا انتشرت بالدم راح تروح للمفاصل، وتسوي التهاب بالمفاصل يسحوا له ارثرايتس، التهاب بالمفاصل يسحوا له ارثرايتس. راح تروح للقلب وتسوي لي اندوكاردايتس، التهاب بالقلب اندوكاردايتس سحوله. وراح تروح المن للسحايا تسوي لي مننجايتس. اوكي اوكي، بكل بساطه اذا البكتيريا دخلت للدم يا طلاب، راح تسوي لي التهاب بالمفاصل، التهاب بالقلب، التهاب بالسحايا، التهاب بالمفاصل، التهاب بالقلب، التهاب بالسحايا. احفظوا وياي، التهاب بالمفاصل، التهاب بالقلب، التهاب بالسحايا. تمام طلاب؟ تمام، هي هاي اذا انتشرت هيك تسوي التهاب. هذا واضح طلاب؟ إيه لا احباب. هسه نجي ناخذ الديزيز ان تشيلدرين، ناخذ المرض بالاطفال، بالتشيلدرين، من يصير بالاطفال. زين، هسه اريد واحد بطل يسالني سؤال، يقول لي دكتور احنا مو قلنا يا بنيزيريا جنوريا هاي البكتيريا تنتقل عن طريق التواصل الجنسي؟ لا عاد شلون راح تصيب الاطفال؟ شلون راح توصل للاطفال هاي البكتيريا؟ راح اقول لك هسه، انا اقول لك شلون راح توصل للاطفال. طلاب اريدكم تفكرون بهذا النمط، بهذا النمط من الاسئله عليكم تفكرون. عرفوا طريقه السادسه اعدادي اللي متعودين عليها، ما تدرخ الماده وتجي تدخل الامتحان، هاي ما تفيدك بعد. اريدك بهذا النمط تفكر انت، هاي التفكير يفيدك حتى بالحياه العمليه من تتخرج ان شاء الله. هيك اريدك تفكر. تمام طلاب؟ يلا خلينا نجي، شلون راح هاي البكتيريا توصل للاطفال؟ طلاب تتذكرون سابقا من قلت لكم انه البكتيريا تحب هذا المكان؟ صح؟ ان البكتيريا موجوده في هذا المكان؟ صح لو لا؟ نفترض هاي المره مصابة بهاي البكتيريا وموجودة البكتيريا في هذا المكان اللي موجودة، شو اسمها هاي المنطقة؟ عافية، اندو سيرفايكال كانال، المنطقة داخل عنق الرحم. اوكي اوكي، زين، اندو سيرفايكال كانال موجودة البكتيريا، وهاي المرة مصابة بهاي البكتيريا بس ما ظهر اعراض، لان قلنا بالنساء متى ظهر اعراض. هاي المرة صارت حامل، حبلت هاي المرة صارت حامل. زين، شوفوا لاحظ هاي المرة هي صارت حامل واقترب وقت الولادة مالتها. احنا نعرف البكتيريا وين مكانها؟ عافية تقريبا هنا نفس المكان. بابا هذا مو قلنا هنا مكانها؟ لاحظ هذا المكان هو نفسه، هذا بابا هذا بس متوسع هنا لان الطفل يريد يطلع. اوكي، متوسع هذا المكان لان الطفل يريد يطلع. فهسه هذا الاسود نفترض البكتيريا، مكان البكتيريا. طلاب لاحظ لي، الطفل من يريد ينولد الطفل راح يطلع، من يطلع الطفل راح يشيل البكتيريا بعينه. لاحظ هو مو طفل ده يطلع من خلال عنق من الرحم وعنق الرحم ويطلع، صح؟ فاثناء ما يطلع هذا الطفل وهاي المره اصلا عندها البكتيريا، فبالضبط البكتيريا راح تدخل الى عين الطفل.
شوف شوف البكتيريا تستغل الفرصة تدخل إلى عين الطفل، وبالتالي راح تطلع البكتيريا عفوا راح يطلع الطفل حامل البكتيريا في عينه. لاحظ 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 هنا أنا. طلع الطفل، طلع رأس الطفل أوكي من بطن أمه، وبالتالي هو شايل البكتيريا في عينه. خلاص عرفت شلون انتقلت البكتيريا إلى عين الطفل، إلى الطفل شلون انتقلت؟ هسه عرفت مو عرفت؟ عرفت نعم. وبالتالي راح يسوي بالتهاب بعينه يا طلاب. لاحظ 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 هذا الطفل استوى مولود أوكي، صار عنده التهاب بعينه. لاحظ هذا الخراج، هذا هاي الجراحة مالت الالتهاب مالت البكتيريا، شوفوا شلون طالعها أوكي. فهذا الالتهاب اللي يصير بالعين سحوله اوبثالميك نيوتروم، اوبثالميك نيوتروم التهاب اللي يصير بالعين في النيوتروم. نيوتروم يعني حديثي الولاده، نيوتروم حديثي الولاده. الاوبثالميك يعني العين، يعني صار الالتهاب في عين الاطفال حديثي الولاده. شوفوا هاي مكتوبه هنا اوبثالميك نيوتروم اوكي، التهاب العين اللي يصير به حديثي الولاده، في حديثي الولاده. ممتاز كلش ممتاز طلاب. شو يصير به بعد هذا؟ خلينا نحكي قبل لا نصل للكلام، شو يصير به هذا؟ اوكي ساعدنا شلون انتقل هذا شلون انتقلت البكتيريا عين الطفل، فهمناها. طلاب راح يصير به يطلع هذا الخروج، هذا الافرازات، سوري ما راحت الصوره، راح تطلع الاعراض مالته هذا اللي اسمه، راح تطلع الافرازات هاي. شوف هذا اللون ابيض، هاي افرازات الالتهاب، وبالتالي هاي شوف هاي منطقه جفون الاجفان، شوف تنتفخ هاي الاجفان، تنتفخ انتفاخ الاجفان يصيحوا له بيري اوربيتال إديمة. إديمة يا طلاب يعني انتفاخ، إديمة انتفاخ، إديمة يعني انتفاخ. بيري حول، اوربيتال العين اوكي، الاوربيتال ايضا تعتبر عين. بيري حول العين، إديمة انتفاخ، انتفاخ حول العين. تمام طلاب اوكي. فهسه هذا الانتفاخ شو يسمونه؟ احفظوا وياي شو يسمون هذا الانتفاخ؟ بيري اوربيتال إديمة. ممتاز، وهذا يصير به افرازات اوكي. زين كلش ممتاز. زين بعد يا طلاب خلينا نجي ناخذ بعد كم شغله. طلاب هذا الطفل اذا ما تعالج من هذا الالتهاب راح يعمى، راح شو يصير به؟ يصير به بلايندنس عمى اوكي، عمى يعمى. إذا ما تعالج هذا الطفل بسرعة راح بلايدنس يعمى بعد ما يشوف أوكي أوكي. فهنا طلاب الدكاترة والمخترعين اكتشفوا لنا شغلة، قالوا إحنا هاي البكتيريا دائما موجودة داخل رحم الأم والعنق مالت الأم، هاي البكتيريا دائما الأم تنصاب بها هاي البكتيريا. فأنت لا سمعون دائما الأم يعني النساء البنات يصير عندها التهابات داخلية دائما هاي دائما نسمعوها أوكي. فدائما البنية معرضة إلى هاي البكتيريا. سين هاي شنو هاي؟ كل ما يجي طفل ينصاب بهذا المرض لازم إحنا نجد حل، لازم نجد حل. فقالوا احنا نستعمل مادة اول ما ينولد الطفل نحط له مادة بعيونه، هاي المادة اللي نحطها بعيونه تقتل البكتيريا اللي اجتي من بطن الام، اللي اجتي من رحم الام مباشرة. اول ما ينولد الطفل يحطوا له مادة بعيونه تبم. هاي المادة بعيونه شو اسمها؟ يسموها سيلفر نيتروم سوليشن، سيلفر نيتروم نيتريت سيليشن. هاي محلول السيلفر النيتريت، هو هذا يحطه للعين على مود يقتل البكتيريا، وبالتالي ما راح يصير عند الالتهاب مات العين. تمام طلاب، هو هذا الكلام اللي حكيته، هو هذا كله هذا الكلام اللي حكيته هسه اللي فهمتوه انتم، بس فهمتوه اوكي، واصلا بعد هسه درختوه انتم من خلال الفهم، راح اعيده وشوفوا ايش صار سهل. يلا يا طلاب يا احبابي، اقول لك المرض اللي يصير بالاطفال، هو الاوبثالميك نيوتروم، مرض التهاب العين اللي يصير بحديثي الولاده. حلو، يقول لك هذا المرض اللي يصير بالعين هو نون فينرال انفكشن، نون يعني ليس، فينرال تناسلي، انفكشن التهاب يعني هو ليس التهاب تناسلي. هذا المرض اللي يصير بالعين هو ليس التهاب تناسلي، اكيد مو تناسلي، هو قاعد يصير بالعين هذا المرض، قابل يصير بالاعضاء التناسلية على مود اقول عليه هذا مرض تناسلي؟ لا، يعني هاي معلومة معروفة. هذا المرض اللي يصير بالعين هو نون فينرال انفكشن، ليس مرض تناسلي. ممتاز، بعد
is ophthalmia neonatorum in the newborn. يقول لك هو التهاب بالعين يصير بحديثي ولادة في newborn. newborn أيضا حديثي ولادة نفس المعنى. أوكي حديثي new يعني حديث, born ولادة حديثي ولادة بالضبط. فهذا الالتهاب, هذا الالتهاب يصير في حديثي ولادة. زين شلون يوصل لحديثي ولادة؟ شلون يتوصل البكتيريا إلى حديثي الولادة؟ جاوبني أنت هسه في بطنك في سرك, جاوبني شلون توصل إلى عين الطفل؟ عافية يقول لك حيث العيون راح يصير بيها coating with gynecococci as baby pass down breath canal. يقول لك العيون راح تحصل على البكتيريا عندما البيبي يمر, يمر مين؟ يمر خلال قناة الولادة. قناة الولادة بمعنى عنق الرحم, الرحم عنق الرحم المهبل. إذن ثلاثة يصيحونهن بيرث كانال, قناة الولادة, قناة الولادة الرحم عنق الرحم المهبل. إذن ثلاثة يصيحونهن, يصيحونهن بيرث كانال, قناة قناة الولادة بالضبط. فهسه عين الطفل راح تحصل, راح تحصل على البكتيريا اللي اسمها جونوكوكاي عندما الطفل يمر خلال قناة الولادة. شرحناها من الطفل يمر خلال قناة الولادة راح أنا تحصل على البكتيريا ويتدخل لها البكتيريا. تمام طلاب, عرفنا هسه شلون وصلت البكتيريا إلى العين. شنو أعراض هذا المرض يا طلاب؟ يقول لك severe purulent eye discharge. discharge يعني إفرازات, eye يعني عين, purulent يعني إفرازات التهابية. سهلة purulent التهابية severe شديدة, يعني بالضبط أعراض راح يصير عنده إفرازات تطلع من العين, إفرازات تكون التهابية شديدة. أوكي فإفرازات التهابية تطلع من العين أو ياه لحظة 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 شو 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 التهابات كل شوي, إفرازات كل شوي. بعد شو يصير عنده؟ تذكرون من قلنا بعد شو يصير عنده إفرازات وبعد شنو؟ عافية يصير عنده إيديما, يصير عنده انتفاخ بالبيري أوربيتال, راح يصير عنده بيري أوربيتال إيديما. بيري حول أوربيتال, شنو أوربيتال؟ عافية عين. وإيديما انتفاخ, راح يصير عنده انتفاخ حول العين. تمام occur within few days of birth. هاي الحالة تحدث بعد أيام قليلة من ولادته, بعد أيام قليلة من ولادته بس يموت دخل البكتيريا إلى عين الطفل. أيام قليلة على ما تتكاثر تبدأ الأعراض تظهر. يقول لك تحدث بعد أيام, بعد فيو قليلة فيو دي أيام, بعد أيام قليلة من ولادته. ممتاز زين. قلنا يا طلاب إذا ما تعالج رح يصير أعمى. يقول لك if untreated, إذا لا يعالج, إذا ما تعالج الأوبثالما lead rapidly to blindness. يقول لك العين راح بسرعة تعمى, إذا ما تعالج العين بسرعة راح تعمى, يصير بيها blindness. blindness تمام طلاب. يلا نجي قلنا بعد شنو اكتشفوا العلماء؟ عافية on is very common, this has been controlled by practice instilling 1% silver nitrate solution into eyes all newborn babies. يقول لك يابا بالتطور الجديد سيطروا على هاي المشكلة, سووا لها كنترول, سيطروا عليها المشكلة. شلون سيطروا عليها؟ قاموا يستخدمون, شو يستخدمون؟ يستخدمون 1% سيلفر نايتريت سوليشن, محلول النايتريت السيلفر. اوكي قام يستخدمون هذا المحلول للعيون لكل 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 الاطفال اللي ينولدون حديثا, لكل البيبي اللي ينولدون حديثا. اوكي قام يستخدمون هذا المحلول على مود يخلصون من البكتيريا وما يصير عنده هذا المرض. هاي التقنية اسمها كريد ميثود. ميثود يعني طريقة, طريقة كريد, كريد احفظها كريد كريد. اوكي كريد اوكي طريقة كريد ما طلاب. فهسه واضحة هاي واضحة اخو, كلش بسيطة كلش بسيطة. يلا نجي عندنا بعد مرض يا طلاب ايضا يصير بالاطفال اسمه فالفولو فيجيناتس. اسمه شنو؟ فالفولو فيجيناتس. مرض اخر يصير بالاطفال اسمه فالفولو فيجيناتس. تمام طلاب. هذا الفالفولو فيجيناتس شنو طلاب؟ احنا نعرف, احنا نعرف ايضا يصير بالاطفال بس هذا وين يصير؟ خلينا نعطيكم ملاحظه. هذا الفالفولو فيجيناتس يصير بالبنات الغير بالغات, غير البالغات, البالغات اكتب عليها. هذا الفالفولو فيجيناتس يصير بالبنات الغير بالغات, هم نطلق عليهم اطفال, هم نطلق عليهم اطفال, بنات غير بالغات نطلق عليهم اطفال. تمام اذا هذا المرض ايضا يصير بالاطفال. زين هذا المرض شلون راح يصير عند الأطفال؟ هاي البكتيريا شلون راح توصل إلى الأطفال؟
الى هذين البنات اللي غير بالغات شلون راح توصل للاطفال؟ تمام. هسه خلينا نجي نفسر هاي الفالفولو. الفالفولو يعني طلاب الاعضاء التناسليه الخارجيه. الفالفولو الاعضاء التناسليه الخارجيه، شنو معنى الفالفولو الاعضاء التناسليه الخارجيه؟ يعني شنو قصده؟ قصدي الشفه الصغرى والشفه الكبرى. اوكي، فهمتوا هسه الفالفولو؟ الشفه الصغرى والشفه الكبرى، هذا يسمحون فالفولو. فاجيناتس، فاجينا يعني مهبل، ايتس يعني التهاب، يعني الالتهاب اللي يصير بالمهبل واللي يصير بالشفه الصغرى والكبرى. تمام طلاب، خلنا اراويكم هنا صوره، لاحظوا هنا الشفه الصغرى، خلنا نكبر لحظه، اي هنا طلاب هذا المهبل، اوكي هذا المهبل، وهنا الشفه الصغرى والكبرى سحوله شنو؟ سحوله فالفيلو. اوكي يلا نجي نكمل. فهذا الالتهاب اللي يصير بهاي المناطق وين يصير؟ هذا عند من يصير؟ عفيه عند البنات الغير بالغات، عند الجيرلز. الجيرلز يعني شنو الجيرلز؟ يعني بنات. بري بيوبرتيل يعني غير بالغات، بري بيوبرتيل غير بالغات، بري يعني غير، بيوبرتي بالغة يعني غير بالغة، في البنات الغير بالغات. تمام، هذا التهاب يصير بالبنات غير بالغات. شنو بعد؟ كمل. قلنا هذا الالتهاب شنو سببه؟ يا بكتيريا، عافية نفسها البكتيريا اخذناها اللي هي جينيكوكاي او النيزيريا جانوريا، جينيكوكاي او النيزيريا جانوريا. تمام طلاب، زين نكمل بعد، نكمل. زين هاي البكتيريا يا طلاب شلون توصل الى البنات الغير بالغات؟ احنا اتفقنا توصل عن طريق التواصل الجنسي، هاي متفقين عليه احنا، هاي البكتيريا توصل عن طريق التواصل الجنسي، تنتقل عن طريق التواصل الجنسي. شلون توصل للبنات الغير بالغات؟ يقول لك اما عن طريق الاعتداء الجنسي، هاي البكتيريا توصل اما عن طريق الاعتداء الجنسي اما عدم النظافه، ممكن هي البنيه ما نظيفه اوكي فتصعد هاي البكتيريا، او عن طريق الاعتداء الجنسي. فعن طريق ثاني طريقتين تنتقل هاي البكتيريا الى البنات الغير بالغات. تمام طلاب؟ يلا هنا طلاب نجي يقول لك يابا occur either in condition poor hygiene or by sexual abuse، يعني تنتقل عن طريق poor hygiene. poor يعني سيء، hygiene يعني نظافة، يعني عن طريق النظافة السيئة يعني ماكو نظافة تصير عند هاي المرض، أو عن طريق sexual abuse. abuse يعني اعتداء، sexual جنسي الاعتداء الجنسي، عن طريق بين الطريقتين ينتقل. تمام طلاب، واضحة خوب، كلش واضحة وبسيطة، أصلا صار كلش سهلة. الآن يا طلاب يا أحبابي خل ناخذ اللابوراتوري دايجنوز، اللابوراتوري دايجنوز التشخيص المختبري. خل نجي ناخذ التشخيص المختبري للنيزيريا جانوريا. شو يقول هنا طلاب؟ يقول يا بالدايجنوزز كان بي استابلشد ريدلي ان اكيوت ستيج بوت كرونيك كيسز سم تايم بريزنت جريت ديفيكولت. يقول لك يا حبيبي خلنا نفهمك هاي المنطقه. يقول لك يا التشخيص راح يكون سهل اذا كانت الحاله أكيوت، إذا كانت الحالة استوها صايرة، إذا كان المرض استوى صاير فالتشخيص جدا سهل وأقدر أشخص بسرعة. بس إذا كانت الحالة كرونيك، إذا كانت الحالة متفاقمة والحالة مزمنة إذا صارت، هنا راح يصير التشخيص difficult، صعوب. عرفت شلون؟ صعب. زين يعني هسه أنا أفهمت دكتور من هاي، هسه أيدك أنا أريد أعطيك مهارة. هسه فهمت هذا الكلام؟ انه يابا الحاله اللي تكون اكيوت يعني حاله سوا صارت يكون الدايجنوز والتشخيص سهل، والحاله اللي تكون كرونيك اللي تكون مزمنه يكون التشخيص ديفيكولت صعب. تمام، هسه ايدك انا انطيك المهاره، انطيك المهاره لاستخلاص الكلام المهم. يلا تعال، هاي طبعا هي هاي المهاره شويه صح شوي تكتسبوها، بس اريد انطيك اياها شوي مع الايام تكتسبها. تمام طلاب، عندنا احنا ايش قلنا اذا كانت الحاله اكيوت يا طلاب، الحاله اكيوت يعني اكيوت شنو؟ اكيوت يعني الحاله استوها صارت، هستوها المرض صار يسحوا له اكيوت، كيوت استوى صار اوكي. اي فالاكيوت اذا كانت الحاله فالدايجنوزس يكون ايزي، يكون الدايجنوزس ايزي. اما اذا الحاله يا طلاب كرونيك، الحاله كرونيك مزمنه، المرض صار مزمن وصار له هواي من صاير، راح اقول لك يا بتر الحاله والتشخيص مالتك يكون difficult، التشخيص مالتك يكون صعوب، مو عبالك بسهوله الشخص. زين هسه احد يسالكم يقول لي دكتور ليش يصير صعب التشخيص؟ هي مو الحاله صار هواي صايره وصايره مزمنه، ليش صعب التشخيص؟ ليش؟
شنو السبب اللي خلى الشغلة تصير صعبة بالحالة المزمنة؟ أنا أقول لك ليش يا طلاب، بالحالة الأكيوت، الحالة الأكيوت اللي استوى صايرة يظهر عندي الديسشارج. الديسشارج موجود عندي. الديسشارج شنو؟ الديسشارج يعني الإفرازات، الإفرازات مالت الالتهابات. هذه الإفرازات يسموها ديسشارج. هاي الإفرازات فهاي تظهر فقط بالأكيوت، تظهر فقط من يصير الالتهاب استوى. هستوى إذا صار الالتهاب راح يظهر عندي شنو؟ راح تظهر عندي ديسشارج، تظهر عندي إفرازات. فمن تظهر عندي إفرازات، هاي سهلة صارت، إفراز موجود قدامي، إفراز مالت التهابات، آخذ الإفراز أروح أفحصه أعرف شنو نوع البكتيريا. ليش؟ إن هو الإفرازات جاي من البكتيريا. من جاي الإفرازات؟ من البكتيريا. فبالحالة الأكيوت يا طلاب، بالحالة اللي سوا صارت الإفرازات موجودة، يسهل علي فحص وتشخيص نوع البكتيريا. إذن ليش قلنا إيزي؟ عرفتوا ليش قلنا سهل؟ حلو. زين بحالة الكرونيك، بالحالة اللي طولت المزمنة، ليش يكون صعب التشخيص؟ لأن أقول لك يا با، ترى ما عندي نو ديسشارج، ما راح يصير بعد الديسشارج، بعد ما يطلع الديسشارج نو، بعد ما عندي افرازات، ما عندي افرازات من البكتيريا. فهنا بما انه ما عندي افرازات، لعد شلون اسوي المسحه انا؟ شلون اقدر اشخص؟ راح يصير علي صعبه، لازم اسوي اكثر من فحص يلا اكتشف نوع البكتيريا. فهسه عرفتوا ليش الكرونيك يا طلاب يكون صعب؟ ورد. هسه انتم ورود، ورود الورود، اوكي. شفت شلون طلاب هسه انا استنتجتها؟ شفت شلون استنتجتها؟ هاي الطريقه اللي ايدك تقرا بيها يا طلاب ان شاء الله مستقبلا. هاي الطريقه اللي والله العظيم اذا تقرون بهذه الطريقه يا طلاب، اقل الامتياز ما مقبول، اقل الامتياز ما مقبول، لان هذه الطريقه تجيب لك ابو الامتياز مو الامتياز. تمام طلاب؟ الحمد لله وشكر. هي هاي الطريقه اللي احنا نقرا بها الدكاتره، اوكي. يعني اني ودكتور مؤمن، دكتور محمد، احب هاي الطريقه نقرا، والحمد لله وشكر احنا من الاوائل. فقصدي انه هاي الطريقه هي جدا مهمه. زين عاشت ايديكم يا طلاب. هسه واضح هذا؟ كلش واضح. يلا نجي نكمل. يقول لك يا با، سبيسمنز ان مان، سبيسمن العينات بالرجل. شلون اخذ العينات من الرجل؟ احنا مساء قلنا هذا المرض يصيب الرجال ويصيب الاناث ويصيب الاطفال، صح؟ فهسه نجي واحد واحد نفسهم بتسرع. شوف شوف العمليه متسلسله. هسه نجي شلون ناخذ عينه من الرجل، شلون ناخذ عينه من الانثى، شلون ناخذ عينه من الطفل. حلو. العينه شلون تاخذها من الرجال يا طلاب؟ فكر وياي، فكر وياي شلون تاخذ عينه من الرجال على مود تفحصها. نجي لهذا الرسم طلاب. عندي منطقتين اخذ منها عينه، منطقتين اخذ منها عينات. اخذ عينه من الاحليل، اخذ منطقه، هاي المنطقه الاولى اللي هي الاحليل، اخذ عينه من الاحليل. مرات الاحليل يطلع افرازات، فاخذ من الاحليل عينه. اذا اول منطقه للعينات، لاخذ العينات، هي اليورثرا. حلو، يورثرا. والمنطقه الثانيه يا طلاب هي من فتحه الشرج. بالنسبه للرجال اخذ من فتحه الشرج، من شنو؟ من الرك تال، يصحوا له فتحة الشرج يعني ركتال. فهسه عندي منطقتين اخذ منها عينات بالرجال، هذا بالمين بالرجال، اخذ يابا من اليورثرا واخذ منين؟ من الركتال. زين هسه طلاب ايدك بالتفكير مالتك الحديث، تفكيرك الحديث اللي صار عندك هسه اكتسبته انت. قل لي دكتور هسه احنا من الاحليل عرفنا ليش؟ لان هو يصير بيه تواصل جنسي هذا الاحليل، وتنتقل البكتيريا عن طريق هذا الاحليل، فاوكي ممكن القى البكتيريا هنا بالاحليل، واقدر القى البكتيريا هنا واقدر افحصها واعرفها. لعد فتحه الشرج جابها بالنص دكتور. بالرجال فتحه الشرج شلها شغل؟ جابها البكتيريا، شو وصلها البكتيريا لفتحه الشرج عند الرجال؟ راح اقول لك هاي الحاله تصير، بس الحمد لله والشكر بالعراق قليله، بالعراق قليله، عاده تصير بالخارج. لان اكو بعض للاسف بعض الحالات وبعض الظاهرات جاي تنتشر، انه رجل يتزوج رجل، ولد يتزوج ولد، او بنيه تتزوج بنيه. هسه خلينا ناخذ ولد ياخذ يتزوج ولد. فهاي من يصير هاي الظاهره انه ولد يتزوج ولد، ممكن القى بفتحه الشرج هاي البكتيريا منتقله هنا فافحصها. طبعا هاي الظاهره للاسف بدت تنتشر شويه بالعراق يعني، بس اتمنى ما تنتشر بعد اكثر. والمهم هسه ما لنا علاقه. فبالضبط فاخذ من انا ايضا عينه. تمام طلاب؟ فهسه عرفتوا شلون طلاب؟
اخذ بالنسبه للرجال، من اخذ العينه بالنسبه للرجال؟ عافيه، اخذها من الاحليل من اليورثرا، واخذها من الانال كانال من قناه الشرج. اوكي، انال يعني الشرج، اوكي، كانال يعني قناه الشرج. حلو، ممتاز. هسه انا عرفت من اخذ عينات بالنسبه للرجال. خلينا نجي نكمل. طلاب، مره بالحالات الاكيوت، خلينا نجي نكمل نقله. شوفوا طلاب، باليورثرا ان بالرجال يقول لك ان ميل بالرجال اليورثرا سامبل يوجوالي سوفيس، يعني يقول لك بالرجال ها عينات اللي تاخذها من الاحليل تكون كافيه وتشخص لك المرض. هاي بالرجال، ممتاز. يقول لك مرات لا تضطر تاخذ منين؟ من الركتال. تضطر تاخذ منين؟ من الركتال. منين يعني الركتال؟ من يعني من فتحه الشريج. اوكي، تضطر تاخذ من الركتال. زين، ليش تاخذ من الركتال؟ وين عدمن؟ عافيه، بذول الهيومن سكشوال ميلز، بالرجال اللي يكونون خنثويين. هيومو سكشوال يعني خنثويين، او واحد يتزوج يعني رجل يتزوج رجل، فمضطرين احنا ناخذ منين؟ من الركتال ايضا. تمام، حلو، يلا نجي نكمل. هسه واضحه هاي فقره ولا اول فقره؟ كلش واضحه انه يابا العينه اللي تاخذها من الاحليل هي تكون كافيه جدا، بس تضطر مرات تاخذ مين؟ من فتحة الشرج. يلا نجي نكمل. يقول لك يابا ان اكيوت جنوريا في الحالة الاكيوت، عرفتوا الاكيوت هسه معناها شنو؟ عافية، يعني الحالة اللي استوها صارت. اوكي، الحالة اللي استوها صارت بهذا مرض الجنوريا. يقول لك يابا اليورثرا ديسشارج، الافرازات مالت الاحليل تكون تحوي على شنو؟ على الجينوكوكاي، تحوي على البكتيريا تقريبا لارج نمبر باعداد كثيرة. حلو، في الحاله اللي اكيوت، في الحاله اللي استوها صارت بهذا المرض، يقول لك افرازات الاحليل تحويلي على البكتيريا باعداد كبيره. قلنا بالحاله الاكيوت يكون الاحليل يعطين افرازات، فاخذ الافرازات او افحصها لان تحويلي على بكتيريا. ممتاز، شلون اخذ هاي المسحه؟ يقول لك يا بعد طريقتين. اذا كانت الافرازات طالعه، يعني هيك مثل هاي، مثل هاي الحاله افرازات طالعه، ذيك وين هاويه باع هاي الافرازات طالعه، اصلا هي طالعه مطلعه روحها. فاذا طالعه الافرازات فالعمليه جدا بسيطه لاخذ المسحه، اجيب هذا النوع من الفحص. هاي كانها قطنه الاذن، كانها قطنه الاذن، هاي اجيبها كانها قطنه. هذه يصح لها سواب. شو يصح لها؟ سواب. سواب يصح لها سواب، احفظ سواب. سواب هاي مالت المسحه، كانها قطنه الاذن، اجيبها لهاي المنطقه واجمع بيها هذا السائل اللي هو واروح ازرعه واشوف نوع البكتيريا واقدر اشخص. حلو، هاي العمليه الاولى. اوكي، هاي العمليه الاولى، ممتاز. هسه صارت بالجيب. زين، هسه دكتور انت قلت لي اذا كانت طالعه الافرازات اقدر استفاد. زين، في حاله انه الافرازات ما طالعه شو نسوي؟ افرازات ما طالعه مثل هسه، هذا حاله طالعه بيها الافرازات. في حال افرازات ما طالعه، ما طالع الافرازات برا، شو اسوي؟ اقول لك يابا نفترض هذا هنا الافرازات ما طالعه، نفترض هنا الافرازات ما طالعه، ما طالع افرازات. هسه شوف افرازات، ماكو افرازات. شو نجيب؟ نجيب جوزه. سامعين بها الجوزه طلاب؟ الجوزه، خلينا اراوك مشكلها. هاي جوزه، هاي هاي الجوزه، هاي الجوزه نجيبها اوكي، ونحط لها نورمال سلاين. تعرفون محلول النورمال سلاين؟ اوكي، محلول ملحي، شوي ابللها، اجيب هاي الجوزه وشوي ابللها بالنورمال سلاين، واجيبها امسح بيها، امسح بيها فتحه الميتس، فتحه الميتس. هاي 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 فتحه، صح، فتحه الميتس. اجي امسح بيها فتحه الميتس، هي الافرازات ما ظاهره بس اوكي انا امسح، ما يخالف، هي اكو بكتيريا بس ما ظاهره. امسح بيها فتحه الميتاس. اوكي، من مسحت فتحه الميتاس بالجوزه، الدور اجيب الجوزه هاي اللي مسحت بيها، هاي الجوزه اجيبها اللي مسحت بيها، وامشي عليها هاي الاله. هاي شوف، هاي شوف، هاي حديده بالنهايه ما تاكو دائره، اجيب هنا هاي الدائره واسحبها شويه، يعني مثل ما تقول اجمع العينه اللي مسحت بيها، اجمع العينه في هذه الحديده واروح ازرعها، اروح ازرعها واشوف نوع البكتيريا واشخص. هاي التقنيه الثانيه، واضحه؟ هو واضحات والله العظيم، بسيطات جدا، بسيطات. هو هذا الكلام نفسه، هذا الكلام نفس اللي حكيته. شوف ايش قال، راح اساعدك سهل من قد ما وضحته وفهمته انت. شوف ايش قد حظه، راح كلش يكون سهل. يقول لك يابا في الحالات الاكيوت قلنا افرازات الاحليل تحويلي على البكتيريا باعداد كثيره. ممتاز، كلش ممتاز. شلون احصل على العينه؟ يقول لك يابا الميتس، فتحه الميتس، فتحه الميتس، الميتس عرفتوها؟ نعم، هاي الفتحه مالت
هاي فتحة باعوها، هاي فتحة الميتس، أوكي؟ يقول لك يابا فتحة الميتس أجي أنظفها آني بجوزة، بجوز، جوز، سكوكيد، سوكيد، أوكي؟ جوز هي هاي الجوزة، أوكي؟ هاي الجوزة يصبح جوز سوكيد، أوكي؟ يقول لك يابا فتحة الميتس أنظفها بجوزة، هاي الجوزة تكون مبللة بسائل المحلول هذا السلاين نورمال سلاين مبللها آني وأجي أمسح بيها، ومن بعد ما أمسح بيها شجيب عافية أجيب بلاتينيوم لوب، أجيب بلاتينيوم لوب، بلاتينيوم لوب اللي هو هذا، هذا صحيح البلاتينيوم لوب أجيبه وش أسوي؟ أجمع بيه العينة اللي أخذتها من الجوزة، كولكت أجمع، ديستارت أجمع الفرازات، أوكي أجمع بيه الفرازات، أوكي أجيب هاي مو الجوزة نظفنا بيها الميتس، الدور أجيب البلاتينيوم لوب هذا أجمع بيه العينة، والدور شو أسوي؟ بالضبط أوديها للكلتشر، أوديها للزراعة تطلع العينة، خلاص هاي التقنية الأولى، هاي التقنية الأولى أريدك تفهمها يا طلاب، هاي فهم. اوكي بس انا عدتك اياها على مود تبقى ببالك. يلا نجي نكمل بعد العينه الثانيه. الطريقه الثانيه قلنا يا طلاب اذا كانت الافرازات طالعه استوينا، قلنا اذا كانت الافرازات طالعه فالعمليه راح تسهل علي، اجيب هاي القطنه اللي اسمها سوار واجي اخذ العينه اجمعها خلاص. يقول لك بيولنت ديسشارج مي بي اكسبيرت، يقول لك هذا الافرازات التهابيه، الافرازات الالتهابيه مرات تطيها تكون طالعه اكسبيرت طالعه مثل هذا، اوكي فش اسوي اني كل طالعه وين؟ طالعه انتيرير يورثا، طالعه امام الاحليل اجيب بالضبط، طالعه الافرازات امام الاحليل شو اسوي؟ اجيب اجمعها كولكتنت، اجمعها بيمن عفي، اجمعها بسواب اللي هو هذا، اجمعها بسواب ممتاز كلش ممتاز كلش ممتاز. هسه هذا يا طلاب الكلام ايش وقت هذا؟ هذا الكلام قلنا اذا كانت الحاله شنو اكيوت، اذا كانت الحاله يا طلاب اكيوت، اذا كانت الحاله استوها صايره زين، اذا كانت الحاله كرونيك، كرونيك يعني مزمن، اذا كان الانفكشن كرونيك خوش الالتهاب كان مزمن، واحنا اتفقنا قلنا اذا كان الالتهاب مزمن يعني ما عد افرازات، لحد شلون شلون بهاي الحاله دكتور شلون اقدر اجمع العينه اني ما عد افرازات بالكرونيك؟ اقول لك بسيطه انطينا صبر كل شيء له حل. اقول لك خلنا ناخذ الحل، تعال خلنا ناخذ الحل اعصابك شوي. يلا طلاب فهسه في حاله الكرونيك يا طلاب يقول لك نوت بأني urethra discharge يعني ما عندي نوت، ما عندي افرازات باليورثرا، ما عندي افرازات بالاحليل شو اسوي؟ اقول لك بسيطه عندك شغلتين تسويها. يقول لك مرات حتى لو ماكو افرازات بالاحليل مرات الصبح 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 تنزل نقطه من الافرازات، يعني الصبح عاده ذول اهل الحالات المزمنه الصبح مورنينج الصبح تنزل دروب تنزل نقطه من الافرازات، هاي تفيدني انا النقطه اخليها ببالي اقول له شوف حبيبي هاك هاي جوزه اوكي الصبح من تنزل عندك هاي الافرازات وهاي النقطه الافرازات امسحها وجيب لي الجوزه. شفت شلون؟ شفت شلون؟ عرفت لان اعرف انا الصبح اخلي ببالي انه الصبح مرات تنزل عندي نقطة او قطرتين او ثلاث قطرات تشي من الافرازات، لان احنا قلنا الافرازات بعد ماكو، فالصبح تفيدني الصبح هاي وحدة. بعد اذا ما نزلت الصبح شلون؟ يقول لك دكتور انا ما حتى الصبح ما تنزل عندك افرازات شلون؟ يقول له بسيطة خل ادلك لك اسوي لك مساج انما للبروستات، لغدة البروستات اسوي لك مساج لغدة البروستات، هاي غدة البروستات اوكي بس اسوي له تدليك من هنا لغدة البروستات، ادلكها لغدة البروستات اوكي، من ادلك غدة البروستات راح تضغط عليه من تضغط على الاحليل شويه بلكت تطلع شويه افرازات بلكت يعني اوكي، بس ادلك له غدة البروستات ادلكها تطلع ممكن قطره، ما طول طلعت قطره تفيدني هاي اسويها بيها مسحه اوكي، ادلك له قطره غدة هاي غدة البروستات على مود احصل اكسديت، اكسديت ايضا افرازات، اكسديت وديسشارج نفس الحاله، ديسشارج او اكسديت نفس الحاله يسمون افرازات اوكي، فايضا تفيدني. تمام طلاب واضحه خوب؟ عرفت شلون بالحاله الكرونيك شلون تاخذ عينه؟ عافيه ان ما ادلك غدة البروستات او الثاني الصبح تنزل بلكه قطره. تمام طلاب؟ تمام زين. دا يقول لك انت سويت ثاني الصبح ما نزلت قطره، دلكت غدة البروستات ما نزلت قطره، يعني انت حتى غدة البروستات دلكتها ما نزلت قطره، شلون بهالحاله؟ شلون بها؟ ما شخصه؟ لا شلون؟ يقول لك يا بهيج حاله
اخذ عينه من البول اوكي، قل له انطي هذا الجسمه، قل له يا بروح بول بي اوكي، تجيب لي عينه من البول وخلي احط لك اياه في جهاز السنترفيوج. هذا جهاز السنترفيوج يا طلاب يعزل لك وممكن يطلع لك ممكن الشخص عن طريقه اوكي. يعني انت شو تسوي هسه؟ راح تاخذ عينه من البول من اليورين وتحطها في جهاز السنترفيوج اللي هو هذا، تعرفونه انتم اكيد هاي شغلتكم بعد، تحطوه هنا على مو شنو تفتر وتعزل لي، وممكن تفيدني هذه بالتشخيص. حلو، كلش حلو، ممتاز. يلا طلاب، هنا يا طلاب ممكن اخذ من الانال كانال، ممكن اخذ من بعد المكان الثاني اللي اخذ من العينه اللي هو شنو فتحه الشارج. وين وعد من خاف تجيك؟ وين وعد من هاي اخذ بالانال كانال؟ بالهومو سكشوال ميلز، بالرجال اللي يزوجون رجال اوكي، يصحون هومو سكشوال اوكي. واضح طلاب مو؟